أحييكم مشاهدينا الكرام في أولى حلقات يوميات مهرجان الأمير الصغير في الصحراء بمدينة طرفايا، لنعرفكم على هذا الإقليم من خلال هذه البطاقة التعريفية. على مساحة 11,945 كيلومتر يمتد إقليم طرفايا، يحده شمالا إقليم طنطان، شرقا إقليم سمارة، جنوبا إقليم العيون، وغربا المحيط الأطلسي. يتميز هذا الإقليم بمؤهلات سياحية جد هامة، حيث أثرت تضاريسه هضاب ووديان الصحراء التي طالما ارتبطت بالذاكرة التاريخية العريقة، وساحل أطلسي يمتد على طول 200 كيلومتر. قرب المدينة من جزر الكناري سيمكنها من لعب أدوار ريادية في المجال السياحي إن تم استثمار هذا المعطى بشكل فعال. مؤهلات واعدة تزخر بها مدينة طرفايا، وحماس كبير عبرت عنه الساكنة من خراطها الجماعي في هذه الاستعدادات التي سبقت انطلاق فعاليات هذه النسخة. نترككم لتكتشفوا ذلك من خلال هذا الروبورتاج. هدوء مدينة طرفايا كسره هدير الآليات بهذا الفضاء المخصص لتنظيم فعاليات المهرجان، رهان سخرت له كل الإمكانيات وجندت من أجله كل الطاقات، عمل دؤوب تسهر عليه لجان التنظيم كل حسب اختصاصه. فتضافر الجهود والعمل الجماعي سياسة عمد إليها المنظمون من أجل كسب الرهان. تزيين الأروقة وتأثيثها بالأعلام الوطنية دليل على ارتباط ساكنة المنطقة بهويتهم المغربية الضاربة في التاريخ. إتمام تبليط وترصيف الشوارع بالمدينة جارية على قدم وساق، وتسخير الآليات للتنظيف عمل لم يغفل عنه المنظمون، فضلا عن تفقد تجهيزات الإنارة العمومية. ساكنة مدينة الطرفاية منخرطة بكل تفان من أجل إنجاح هذه النسخة، وحرصا على راحة المشاركين وضيوف المدينة وفرت لجنة الإيواء هذا الفضاء على الساحل الأطلسي مجهز بأحدث الوسائل. الذي يمكن أن أقول هو أن المهرجان حقق الأهداف المبتغاة من خلال انخراط كل ساكنة مدينة طرفايا شبابا ونساء وأطفالا. أيضا المهرجان كان دفعة قوية لإبراز الموروث الثقافي لمدينة طرفايا مع صقل مواهب الشباب، وأيضا مع انفتاحه على العالم. طرفايا اليوم أصبحت مدينة دولية بامتياز، لأنها تحتفي بتاريخها الذي احتفت به دول أخرى، وهو في الحقيقة كان في الأصل تاريخ مدينة طرفايا. عندما نأتي إلى كتاب الأمير الصغير نجد أن العالم يحتفل بهذا الكاتب والكتاب، الكتاب الذي هو الأكثر ترجمة في العالم، ترجم إلى 167 لغة. ثم أيضا الكتاب يعتبر أحد الأكثر الكتب مبيعا في العالم، دائما يحتل المراتب الأولى في المبيعات، وهذا دليل على أنه أحد الكتب البارزة والمهمة في العالم. اليوم طرفايا تحتفي بالكتاب بالتاريخ، وتحتفي أيضا بالتكنولوجيا التي أعطت الكتاب، لأن البريء الطيار سانت أنطوان دو سانت إكزوبيري عندما قدم إلى طرفايا وكان يجد مساحة واسعة للاشتغال على يعني ملكة الإبداع والموهبة، تفتقت لديه هذه الموهبة هنا، ومن هنا انطلقت تجربته في الكتابة وانطلقت العديد من الكتب المشهورة. فنجد بصمة أيضا الكاتب موجودة في بصمة المدينة، موجودة في العديد من مؤلفات الكاتبين، لم نقل كلها، إلا أن كتاب الأمير الصغير كان العصارة التي انطلقت من طرفايا إلى فرنسا وبعدها إلى أمريكا. وبالتالي فهذا الكتاب جمع وألف بين ثلاثة دول وثلاثة بلدان كان لها هذا الماضي وهذا التاريخ، وعليه فإن طرفايا اليوم تنفتح على هذه البلدان لكي تنجب لنا كتابا وأدباء ومبدعين ومفكرين. الحمد لله هذا النسخة الأولى ديال المهرجان بمدينة طرفايا،
والحمد لله المهرجان بشهادة الجميع كان في الحقيقة يعني ناجح بجميع المقاييس، رغم بعض الهفوات اللي بطبيعة الحال لا بد لها من توقع لأن الكمال لله. وإحنا كلجنة منظمة يعني كان إلى مثلا وقع شي مثلا ما عجب الضيوف ولا شي حاجة كان اعتذرهم، لأن كيف ما كيعرف الجميع مدينة طرفاية مدينة يعني مازال صغيرة ومازال كيخص ياسر من الأمور بالنسبة للإيواء، لأن إحنا كنديروا اللجنة ديال الإيواء، وكانوا الحمد لله عندنا واحد العدد ديال الضيوف وتكاتفت الجهود من جميع المتدخلين، لا من سلطات محلية لا من مجتمع مدني لا من الساكنة ديال المدينة يعني إخوة ديارهم وساعدونا وتعاملوا معنا، وحنا كنشكروا الجميع وكان ان شاء الله نضربوا الموعد لجميع الضيوف اللي حضروا معنا دريك في النسخه الثانيه ان شاء الله بانها غتكون من احسن النسخ ومن اكثر ومن اجمل النسخ ان شاء الله، وكنشكركم. نوشكوا الان على وضع الترتيبات الاخيره لانطلاق مهرجان طرفايا، وهذه الترتيبات طبعا تضم أروقة سيتم عرض فيها عدة منتجات وتجهيزات وأدوات خاصة بعدة مصالح، منها على سبيل المثال للحصر، مندوبية الفلاحة، الصناعة التقليدية، كذلك الرواق خاص بالموروث الثقافي للصحراوي، وكذلك منصة خاصة بالسهرات، وكذلك مضمار خاص بسباق الخيل، وكذلك بعض أماكن الإيواء الخاصة بالضيوف بمنطقة البورة وكذلك بطرفايا، وتم كذلك توزيع المهام بين اللجان. ولضمان فرجة ممتعة خلال السهرة المدرجة ببرنامج هذا المهرجان للساكنة المحلية ولزوار المدينة، يقوم هؤلاء التقنيون بوضع اللمسات الأخيرة على المعدات المخصصة بهذه المنصة. المهرجان غادي يشاركوا فيه فرق محلية ودولية، ياك إذا كان فرق دولية يعني كيخص التقنيات وكيخص كنقولوا آليات ديال الصوت ولا ديال الإنارة تكون فائقة الجودة. حنا دروك آخر اللمسات ديال الإنارة الصوت لنضمن جودة صوت والإنارة لنجاح هذا المهرجان طرفايا. العمل الجماعي وتضافر الجهود رهان تعول عليه مدينة الطرفاية لإنجاح فعاليات هذا المهرجان. أعطيت الانطلاقة الرسمية لفعاليات مهرجان الأمير الصغير في الصحراء في أجواء احتفالية رصدها فريق اليوميات فأعد لنا الروبورتاج التالي. وسط هذا الجو الاحتفالي الذي زينه تماسش الثقافة المغربية بمختلف ألوانها بقلب مدينة الطرفاية وعلى كورنيش كسامار، أعطيت الانطلاقة الرسمية لفعاليات مهرجان الأمير الصغير في الصحراء. حفل الافتتاح عرف مشاركة أحد حفادة سانت إكزوبيري الذي عبر عن امتنانه لتحقيق حلم راوده منذ أمد بعيد تحقق بفضل دعوته للمشاركة بهذا المهرجان. والمكان أصبح في المكان وعادت هيك على قد لا. والسادس محمد ما لم تفكيره عن شعبه فوقفاه بيعناها على ذاك اليوم، والحمد والشكر لله. كلمات المتدخلين عبرت عن فرحة ساكنة المدينة وانخراطها الفعال من أجل إنجاح هذه النسخة. حضرات السيدات والسادة، وإذ نؤكد على دعمنا بكل الوسائل المتاحة لهذه التظاهرة الهامة، فإننا نشيد بقوة على ما أبانت عنه ساكنة مدينة طرفاية بكل مكوناتها، فإننا نؤكد لكل الشرائح المتواجدة في هذا الإقليم على استعدادنا للعمل على الحفاظ على الرصيد التاريخي المتمثل في الموروث الثقافي الغني بحمولته التاريخية مع مؤسسة أنطوان دي سانت إكزوبيري، قصد مد جسور تنموية اجتماعية ثقافية واجتماعية فاعلة لهذا الإقليم.
تكريم نخبة من الإعلاميين عملوا بالمحطة الإذاعية بالطرفاية دليل جلي على أصالة سكان المنطقة وتمسكهم بتاريخهم العريق وعرفانا منهم لمجهودات هؤلاء الأعلام. هذا التكريم يمثل بالنسبة إلي عدة أشياء، يعني تاريخية بالنسبة لحياتي المهنية، فهمتي؟ تعرفون أن الاهتمام ديال الإذاعة المغربية بالأقاليم الجنوبية والأقاليم الصحراوية يعني قبل المسيرات الخضراء، فقد تعرفون أنه هنا في الطرفاية كانت هناك إذاعة وكانت هناك تلفزة تقوم بدور مهم في التعريف بالقضية الوطنية، وكانت تخاطب سكاننا وإخواننا في الصحراء المغربية، وأيضا تذكرني بالمسيرة الخضراء التي ساهمتم فيها مع عدد من الإخوة العاملين في الإذاعة من صحفيين وتقنيين ومعلقين. وقد حقيقة المسيرة طبعا ليست بالنسبة لي فقط، إنما هي بالنسبة لسكان المنطقة في البداية، لأنه طرفاية كانت هي ملتقى 350 ألف متطوع ومتطوعة، ولكن كانت بالنسبة حدث بالنسبة للشعب المغربي بكله، إذ بواسطتها استطاع المغرب بذكاء الحسن الثاني رحمه الله أن يحقق تحرير الصحراء بدون سلاح وبدون أن تطلق أي رصاصة. فقد كان كما تعرفون السائرون في تلك المسيرة يحملون العلم الوطني في يد والقرآن الكريم في يد أخرى، والحمد لله هذه الذكريات ولو لم نأتي إلى طرفاية فإنها تطالعنا وترافقنا ونحن خارج طرفاية، فبالأحرى إذا كنا هنا وبالقرب من هذه الأحداث مسرح الأحداث التي عاشتها المنطقة فهذا يزيدنا فخرا واعتزازا، ونحمد الله أنه كتب لنا أن نعود إلى طرفاية وأن نحتفل ويحتفل بنا إخواننا هنا بهذا التكريم جزاهم الله خيرا. ليتواصل حفل الافتتاح بإطلاق الشهب الاصطناعية زينت سماء مدينة الطرفاية. مهرجان الطرفاية هذا أول مرة يندار هنا تيا، وصراحة هذا يشرفنا ويفرحنا ونتمنى عنه ينعاد كل مرة ويديروه، يعني هذا شيرا ويفرح الله. المهرجان زين وهذا فرحانين به حنا قباله وكبرنا به وجابوا لنا الخيل والزلبل وهذا كان زين وفرحانين به، وهالشيء ما كتخليك في الطرفاية، وهذا شرف لنا حنا وشرف للمدينة، ونتمنى انه يتكرر نوبة ثانية ويعلو نوبة ثانية. وشكرا. أول مرة كنشوف هاد القضية ديال الهجين ديال الجمال، أول مرة كنشوف هاد المسألة، يعني جاتني مزيانة. والخيل يعني الخيل حنا كنشوفوهم ديما، والمهرجان أول مرة كنشوفوهم، أول مرة كنشوفو الجمال في يعني سميتو هذا الموسم ديال الجمال، ما عمرنا شفناه، كنشوفو الخيل. الطاقة المتجددة وحقوق الطفل من بين الورشات التي أعطيت انطلاقتها خلال هذا اليوم الأول، مواضيع هامة يقربنا منها هذا الروبورتاج. أننا نستهدف المؤسسات التعليمية من أجل الرفع من المعرفة ومن تمكينهم من الاطلاع عن قرب عن بعض الوثائق والمعطيات الحقوقية، وفي هذا الإطار تمت دعوتنا للمشاركة بهذه الورشة التي تستهدف تلاميذ المؤسسات التعليمية من أجل إعطائهم بعض الأوليات وتحفيزهم على تملك ثقافة حقوق الإنسان، في إطار في انتظار أننا إن شاء الله سننجز برنامج يعني متطلع لهذه المطالب والانتظارات المتعلقة بالتلاميذ. وهذا النقاش اللي كان مع الأخوات والإخوة التلاميذ كان يعني نقاش شيق ونقاش فيه نوع من إبداء الرغبة الحقيقية والشوق وإظهار الحاجة ماسة لفعل الاطلاع وتمكينهم من مجموعة من الوثائق، لأنه على الأقل تهيئهم لممارسة حياتهم والقيام بواجبهم يتطلب منا التقرب منهم بشكل مرن وبشكل علمي من أجل الوصول إلى النتائج المتوخاة من هذا البرامج كلها. هو أولا تأكدنا من جديد كما كانت عندنا القناعة أننا لابد أن نجتهد بأشكال متطورة من أجل البلوغ إلى التعامل مع هذه الشريحة المهمة جدا والمعبر الأساسي للمستقبل، بالتالي يجب أن نجتهد لإعطاء حمولة قوية في مجال حقوق الإنسان
وخصوصا في يعني الحقوق المتعلقة بالفئوية يعني مرتبطة بالطفولة، بالحق في المدرسة، بحق التعليم. يعني هذه في إطار هذه الاتفاقيات نمتص منها مجموعة من الوسائل اللي ممكن إن شاء الله نخلق معهم أوراش مستقبلية، وهذا أكيد إن شاء الله، وبرامج مع المؤسسات التعليمية سواء على المستوى المكونين والإداريين والوصيين على القطاع، أو سواء على مستوى المتلقين والمستفيدين من الفضاء التربوي اللي نبغي يعود فضاء تربوي بامتياز يحمي الطفل من مجموعة من السلوكات، ويمكنه أيضا من تملك ثقافة الحوار والسلم والتربية بطبيعة الحال على مجال حقوق في مجال حقوق الإنسان خصوصا. عرفني ياسر، تمثلتنا الورشة أول شي حاجة عنها، جاتنا بعد نشكره بعدها أول شي عنها، جاتنا زيارة الثانوية الطرفية التأهيلية، ونعستنا ياسر من المسائل اللي كنا ما نعرفينها عن شنو هي منظمة حقوق الإنسان، وعرفنا أن التطورات اللي عدلت كامل على المستوى الجهوي، وتمثلتنا وشرحتنا ياسر من النقط واتفاقيات ونبذات عن تاريخه، والمهم هذا هو الأسانسير. يعني بالنسبة لنا احنا الحقوق، يعني بالنسبة لنا احنا حقوق الإنسان أو بالأحرى حقوق، يعني قضية جد مهمة بحد ذاتها بالنسبة للإنسان. بالنسبة للسادة الحضور أصحاب الورشة أفادونا كثيرا، يعني أعطونا معلومات جد قيمة، يعني كمرحلة تأسيس عدة بنود مقتضيات، يعني استفدنا. الاهتمام ديالنا والرهان ديالنا على الأطفال، لأن كما كنعرفوا الأطفال عندهم اهتمام بالمسائل بالتقنيات الحديثة والتقنيات الجديدة اللي هي الحمد لله الإنسان متاحة، وبالتالي كان اهتمام ديالنا بالتطبيقات ديالها. الأساس التطبيقات ديالها، شفنا مجالات ديال التطبيقات، مثلا هي تتبع النشرة الجوية مثلا، كنشوفوا نشرات أخبار، اهتمام ديال التلامذة هو نعرفوا ديك الصور منين جات مثلا، اهتمام ديال تتبع الفيضانات، يعرفوا مثلا بين كاين امكانيه ديال تتبع الفيضانات من النشره الجوية بالاقمار الصناعيه، كاين اهتمام ان استعمال خرائط، يا اما خرائط الغابات، يا اما خرائط ديال المياه والغابات، يا اما خرائط جيولوجيه، يا اما خرائط ديال المعادن. وبالتالي مادام ان هذه التقنيات متاحه وبطريقه اقتصاديه اللي عندها جدوى، ممكن الا كان اهتمام ديال الاطفال بها يكون عندهم اهتمام، بالتالي ربما دراسات هما منهم تبارك الله يتخرجوا لنا مهندسون واطر في هذا المجال، وبالتالي يهتموا بالمجال ديالهم ويهتموا بالطاقات اللي كاينه في الامكانيات والموارد اللي كاينه في المنطقه، وبالتالي تكون عندهم تربيه ديال التنميه المستدامه من هما من الصغر ديالهم. نتمنى صادقين أن تكون مواد الحلقة الأولى من يوميات مهرجان الأمير الصغير في الصحراء قد نالت إعجابكم. نلتقي غدا في نفس الموعد في أمان الله. سهرة ما شاء الله الناس تخطي في الوقت، وما شاء الله شنو نقول لك أنا سهرة مهرجان، هذا مهرجان أول مهرجان قاعد يعجبني عن المهرجانات سابقا، ياك سمعت مهرجان عنه زين، فيه الخير ما شاء الله، فيه البلو ياسر من الشعب ما شاء الله، تقاليد الصحراويه زينه. هذا المهرجان عجبنا بزاف، والاول مره كيديروا لنا مهرجان زوين في طرفايه، وكنتمنى يعاودوا يديروا لنا بحال هكا بزاف. ندير مولانا على طرفايه زينه، البحرها زين والشاطئها زين، بغينا اهتمام لها قدام. هذا المهرجان تبارك الله زين، تبارك الله عدلوا لنا المسائل، داكشي حنا فرحانين، كيغيروا لنا الاجواء وهادشي. وهذا المهرجان بالنسبه للمدينه الطرفيه كتحتاج لهذا مثل هذا المهرجان باش الناس يخرجوا من ديك الاجواء الروتينيه ديال المنازل. المهرجان زين وفي ثقافه مغربيه متنوعه، جابوا لنا من الشمال، جابوا لنا الدار البيضاء، وجابوا لنا وناسيا، جابوا لنا الصحراوي، وجابوا لنا التشينوي. المهرجان الحمد لله زين، وصافي فرحانين حنا بهذا المهرجان.
يعني رجال كبير، وحنا نتمنى وتعاود مرة ثانية، وحنا رانا فرحانين قبالة في هذه المناسبة، هي كبيرة جدا بالنسبة لنا، ما كانتش كيفو بحال ومالي ثاني. كل شيء منظم وزين على مستوى، ونتمنى يتكرر هذا المهرجان يعني سنوات إن شاء الله القادمة عديدة. كما تشاهدوا معنا أجواء ممتعة شوية، الإنسان فين يخرج يفواج ويدور ترولاكس شوية مع الوقت. احنا جينا مدينة العيون باش نشوفوا هاد السهرة اللي مقيمة في مدينة طرفاية، ما شاء الله كيف ما كتشوفوا معنا مناظر خلابة ما شاء الله، معنا فنانة تحيحيت اللي هي مشهورة ومشهورة جدا. سهرة جمعة الثقافة الأمازيغية والثقافة الصحراوية والثقافة المغربية، وهادشي تفرحنا حيت جابت شي حاجة جديدة للطرفاية. سهرة زوينة في الحقيقة ومشطونة سيدي ربي يعني ماشي زوين بزاف. ولا لقيت مرة ومرة هذاك السيف ولا عيلة وخويا بريا ولا عيلة وصار عندهم سيف العين النوع وزي حس الحيوان وحس غريب ما يبغس فيا حس ما اللي زاد يا شيف تعال حس بحية احزن لي عن ما خاف كيف الحياة تغردي كل فاتت فاتت يا لطيف الحب الاحترام يا الله سيدي حمودة مودة وياك السر حمودة مودة وكير دي ربي حمودة مودة السر بذاتي حمودة مودة ويا الكناوي حمودة.